أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن التضخم في منطقة اليورو لم يسجل تغييرا يذكر في يوليو الماضي، بينما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في 4 سنوات على عكس توقع السوق. وفي بيان منفصل قال يوروستات أن البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ العام 2009، بما يؤكد التعافي الكبير لاقتصاد منطقة اليورو ويعطي البنك المركزي الأوروبي أرضية أوسع لتشديد السياسة النقدية في الخريف.